هداية التوفيق للعمل بالحق والتمسك به، وهذه هداية خاصة لا تكون إلا لأهل الإيمان، لا تكون إلا لأهل الإيمان، ولا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يملك هداية القلوب إلا الله جل وعلا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. أما الهداية الأولى وهي هداية الدلالة والإرشاد، فهذه يملكها الرسل والأنبياء وأهل العلم، كلهم يدلون على الحق ويبينونه ويبصرونه. ولهذا قال: وإنك لتهدي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.